اهلا ومرحبا بحضراتكم. استاذ سلمى بتسال: مريض زهايمر بيفطر وهو مش واعي، هل بيحتسب له هذا الصيام؟ طبعا احنا قبل كده اتكلمنا انه ده بيكون على حسب درجه الزهايمر، لو كانت شديده مثلا فلا مطالبه عليه بانه هو يصوم او شيء، وان كانت درجه خفيفه اللي هو بيوعى أغلب الوقت وبينسى قليل من الوقت، فده هو هيدخل في عموم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه ربه وسقاه، فما فيش مشكلة في هذه المسألة لو كان من الدرجة الخفيفة وبينسى فبيفطر ويرجع تاني يكمل. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول ويشفي كل المرضى، اللهم أمين. وسؤالها الثاني برضو عن مريض الزهايمر: بنته بتأم في الصلاة، فهل هذا جائز أو لا؟ هي ما على الابنة البارة هذه المطالبة أنها تعينه وتساعده بأنها تنبهه فقط في الصلاة، لأنه لا تجوز إمامة النساء الرجال، بمعنى أنها ممكن تكون جنبه فبتوريله، أو هي بتعمل الحركات دي قدامه بحيث أن هو يهتدي بها وأن هي عايزة يأخذ الأجر والثواب، أو هي تقعد جنبه الركعة الأولى السجود الركوع فتبتدي وهي قاعدة كده تنبهه فيصلي.